is gone. It's disappeared. It was here, but now it's done. I'm sure you missed that yellow sun. We all yelled, oh, Mom, gee whiz. The sun is where it always is. It's just tucked in behind the moon. The sun will be back very soon. So listen, Mom, just read our lips. Just say it twice, solar eclipse. So listen, Mom, just read our lips. Just say it twice, solar eclipse. So, solar eclipse. So, solar sun sitting back behind the moon, but it's gonna be fun, said the really soon. I said the sun sitting back behind the moon, but it's gonna be fun, said the really soon. Patty screamed, the sun went dark. How will I take you to the park? I'll sure miss this race, oh gold. Without the sun, it will be so cold. Daddy, listen, don't get sad. The sun's still shining, you'll soon get glad. The moon's between the sun and us. Blocks our view, don't make a fuss. So listen, Dad, just read our lips. Just say it twice, solar eclipse. So listen, Dad, just read our lips. Just say it twice, solar eclipse. So, solar eclipse. So, solar eclipse. So, solar eclipse. So, solar طيب يلا يا شباب كلابس. طب احنا عرفنا يعني ايه اكلابس، قلنا الاكلابس معناها ان ايه حاجه باللايت يعني، والسولر هناك كانت اكوردنج للسن، هنا اللونر اكوردنج للمون. ماشي، كلمه لونر ليها علاقه او ريليتد بالمون، اتفقنا؟ طيب يعني ايه لونر اكلابس؟ نفس الكلام زي ما قلنا في السولر إكلابس، ان هي استرونوميكال فينومينا كان فيها الثلاثه موجودين ان ستريت لاين. هنا نفس الكلام، فيها السن والارث والمون برضو ان ستريت لاين، بس الفرق ان في السولر إكلابس كان المون هو اللي موجود ان ذا ميدل ما بين السن والارث، هنا الارث هي اللي موجوده ان ذا ميدل بتوين مين؟ بتوين السن اند ذا مون، بتوين السن اند ذا ايه؟ مون اند مون. اكسلنت. طبعا بتحصل في in the middle of the lunar month، في نص الشهر القمري. خلاص، ايه اللي بيحصل؟ الارث بتبقى موجوده between the sun and the moon، فبتعمل هايد او بتحجب اللايت او السن لايت عن بارت من المون او عنه كله. ماشي، بتبقى الريت بتاعها او بتحصل تقريبا يعني 2 lunar eclipses per year في السنه. الديوريشن بتاعتها بتكون اكتر شويه من السولر، بتكون more than 2 hours. حد فاكر السولر اكلابس كان بيقعد قد ايه؟ كان 7 minutes and 40 seconds او few seconds يعني. ماشي؟ فاكرين برضو في السولر اكلابس قلت ما ينفعش ان انا ابص للسولر اكلابس او اعمل اوبزرفيشن، لازم في بريكوشنز معينه، لازم نستخدم سبيشال جلاسز. لكن في اللونر اكلابس ات دازنت ريكواير بريكوشنز، او مش محتاجه سبيشال جلاسز او ديفايسز ان انا عشان اعمل له اوبزرف. وده تاني ديفرنس ما بين السولر واللونر. ليه؟ لانها ما بيعملش هارم للايز زي السولر اكلابس، لان السولر اكلابس احنا قلنا ان الصن بتعمل ايمت لهارم فور راديشنز زي اليو في والانفراريد، فكان لازم ان احنا نعمل ايه بقى، يكون عندنا سيفتي بريكوشنز كده ان احنا نلبس النظارات واحنا بنعمل له اوبزرفيشن. لكن في اللونر اكلابس احنا مش محتاجين نعمل ايه، نستخدم اي بريكوشن. يبقى لحد دلوقتي قلنا ان هو بيحصل 2 لونر اكلابس بير يير، قلنا الديوريشن بتاعته اكتر من الديوريشن بتاعه او الوقت اللي بياخده اكتر من الوقت اللي بياخده السولر اكلابس، لان السولر كان 7 مينيت وفيو سكندز، هنا 2 مور ذان 2 اورز. قلنا ان كمان doesn't require precautions او special devices عشان نعمل له observe. تمام، من شويه قلت ليه، قلت ان اللونر اكلابس ده بيحصل في منتصف الشهور القمريه او منتصف الشهر القمري، at the middle او in the middle of the lunar month، لما بيكون full moon. ليه؟
ايه السبب اللي بيخلي اللونر إكليبس ده ما يحصل في الميدل بتاع اللونر مانس؟ لان بالتحديد في الميدل او ان ذا ميدل اوف ذا لونر مانس بتكون الايرث في الوقت ده هي اوريدي ما بين المون اند ذا سان. واحنا قلنا في الاول ان اللونر إكليبس بيحصل لما يكون الثلاثه ان وان ستريت لاين والايرث ان ذا ميدل. الايرث بتبقى ان ذا ميدل امتى؟ in the middle of the lunar month. بنشوف المون فول مون. تمام؟ طيب زي ما خدت هناك في تايبس للسولر اكليبس، هنا برضو عندي تايبس للونر اكليبس. ايه هي التايبس بتاعت الاكليبس؟ طيب عندي تو تايبس. التايب الاولاني وهو التوتال لونر اكليبس. الصوره دي واضحه كده عندكم؟ اه يا ميس. طيب ناخد بس كده قلم مش هوريكم بيه. طيب شايفين التوتال لونر اكليبس لما يكون المون كله دخل جوه ايه؟ منطقه الامبرا. فاكرين الامبرا والبنامبرا؟ قلت ان الامبرا هي بيكون ساعتها او هي بيكون التوتال هايدنس او مش باين خالص اللايت فيها. نفس الكلام هنا لما يكون المون دخل كله جوه الامبرا فبيحصل توتال لونر اكليبس. يحصل توتال لونر ايه؟ اكليبس. طيب دي المنطقه اللي هشاور عليها دي ودي، دي اسمها بين امبرا. اسمها ايه؟ بين امبرا. ده اللي بيحصل فيها البارشل لونر اكليبس. يبقى التايب الثاني هو البارشل لونر اكليبس. برضو sun and earth and moon ثلاثة in one straight line and earth in the middle. بس المرة دي شايفين المون بارت منه، جزء منه جوه الامبرا والجزء الثاني جوه المنطقة الفين شادو اللي هي اسمها البين امبرا. فبقى نصه في الامبرا ونصه في البين امبرا في اللي هي السيمي شادد اريا او اللي هي المنطقة الفين البهتة شوية. فحصل partial lunar eclipse. يبقى البارتشال لونر اكليبس بيحصل امتى؟ لما يكون بارت من المون دخل جوه الشادو اريا بتاعت الارث اللي هي الامبرا والبارت الثاني موجود في السيمي شادد اريا اللي هي الايه؟ البين امبرا. نقول ثاني تمام. يبقى انا عندي تو تايبس من الايه؟ اللونر اكليبس، توتال لونر اكليبس وبارتشال لونر اكليبس. التوتال لونر اكليبس بيكون فيها الهول مون، المون كله دخل في الشادو اريا اللي هي اسمها الامبرا. تمام؟ طيب ملاحظين كده في البيكتشر دي الاولانيه اللي هي بتاعت التوتال لونر اكليبس شايفين المون لونه ايه؟ ريد. ريد ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى في التوتال لونر اكليبس بيكون المون كله موجود في الامبرا وفي البارتشال لونر اكليبس نصه في الامبرا ونصه في الايه؟ في البين امبرا. تمام؟ طيب ليه بقى؟ في بدايه التوتال لونر اكليبس او ان ذا ستارت او ذا ستارت في اللونر اكليبس بيبقى الكالر بتاع المون او لون المون تند تو بي ريد. ليه بيبقى لونه احمر زي ما شفنا كده؟ ليه؟ لان الايرث الاتموسفير بتاعها احنا عارفين ان الصن اصلا بتبعت لي او بتعمل ايمت لهارمفول ريز. فاكرين احنا قلنا الكلام ده؟ بس من ضمن برضو خطوه في الترم الاول لما اتكلمنا عن الفانكشن بتاعه الاتموسفير قلت ان الاتموسفير من ضمن الفانكشنز بتاعته او البروبرتيز بتاعته ان هو بيحمي الايرث من الايه؟ من الالترا فايلت او هارمفول ريز. فالاتموسفير بتاع الايرث ما عملش ابزورب للانفراريد ريز اللي جايه من ايه؟ من الصن. امال عمل لها ريفراكت على المون. خلاص؟ and refract them on moon. يبقى الايرث ما عملتش الاتموسفير بتاعها ما عملش ابزورب للانفراريد ريز اللي جايه من الصن و and refract them on ايه؟ on moon. فعشان كده بنشوف المون بلونه ايه؟ شايفين في الصوره كان في البارتشل في سوري في التوتال لونر اكليبس شايفين لونه ايه؟ ريد. خلاص؟ ريد. تمام. طيب احنا عرفنا ان لو المون كله موجود جوه الامبرا فده اسمه توتال لونر اكليبس، لو بارت منه في الامبرا وبارت في البين امبرا فده اسمه بارتشال لونر اكليبس. طيب لو كان المون كله دخل بقى في البين امبرا او في اللي هي السيمي شادد اريا ايه اللي هيحصل؟ لو المون كله دخل
جوه البين امبرو. ده نوع تاني بقى اسمه ايه؟ اسمه اللونر نون اكليبس. او خلاص يبقى لو المون كله انتر ذا سيمي شادد اريا او البين امبرو اوف ذا ايرث، المون لايت هيبقى فينت، هيبقى باهت كده، وبنسميه لونر نون اكليبسد لان هو ما حصلوش اكليبس، يبقى هو باهت بس without being ايه اكليبسد. تمام؟ يبقى هنعتبر مثلا ان احنا عندنا 3 تايبس. يبقى التايب الاولاني قلنا توتال لونر اكليبس، بيحصل لما يكون المون كله انتر ذا شادد ذا شادو اريا او الامبرا اوف ذا ايرث، يعني في بدايه او ان ذا ستارت اوف ذا توتال لونر اكليبس بنشوفه لونه ريد. وقلنا ايه السبب؟ البارتشر بيبقى بارت من المون جوه الامبرا والبارت الثاني جوه الايه البين امبرا. طيب لو المون كله انتر ذا سيمي شادد اريا واللي هي البين امبرا، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى لون اللايت بتاع المون انت without eclipsed، عشان كده بنسميه لونر نون اكليبس، بنسميه لونر ايه نون اكليبس. تمام؟ طيب خدنا في السولر اكليبس ان انا عندي 3 تايبس. فاكرين التايب الثالث اللي هو كان اسمه الانيولر سولر اكليبس؟ نصحصح بقى كده. احمد شادي، احمد شادي سريعا كده لو فاكر ممكن تقول لي بيحصل امتى اللون الانيولر سولر اكليبس؟ لما بيبقى المون بتوين الايرث اند سن، فالسن بتبان على شكل رينج. برافو عليك، هي بتبقى انيولر رينج لان المون بيبقى خد اوربت او كان في الاوربت بتاعه كان ان هاير اوربت، وبيظهر لي السن كانيولر رينج. اللايت ده بيبقى رينج. شكرا يا احمد، اكسلنت. لكن في اللونر اكليبس مفيش ايه؟ مفيش لونر اكليب، مفيش انيلر. ليه مفيش انيلر لونر اكليبس؟ ليه عكس السولر لما قلنا فيه انيلر سولر اكليبس؟ ليه مفيش انيلر لونر اكليبس؟ تفتكروا ليه؟ ها، ادي السن وادي الايرث وادي المون. الايرث موجوده ان ذا ميدل بتوين مون اند ايه اند سن. شايفين حجم الايرث؟ كبيره صح؟ مش زي المون. فهي اوريدي اصلا الايرث اكبر من ايه؟ من المون. فهي اصلا عامله ايه؟ عامله هايد للايه؟ للسان لايت. يبقى لما اقول لي مفيش انيلر لونر اكليبس لان الايرث هذا بيجر سايز او السايز بتاعها اكبر من السايز بتاع المون، فهي اولويز دايما عامله بلوك لللايت من ان هو يوصل للايه؟ للمون، لان هي موجوده ان ذا ايه؟ ان ذا ميدل بتوين مون اند ذا سان. تمام؟ طيب هعيد تاني على اللونر اكليبس وبعدين هناخد السيميلاريتيز او الحاجات اللي كانت شبه بعض في السولر واللونر. نقول تاني، قلنا يعني ايه لونر اكليبس؟ قلنا اللونر اكليبس هي الفينومينا اللي بتحصل لما يكون sun and moon and earth الثلاثه in one straight line. مين موجود in the middle؟ الايرث. مين موجود in the middle؟ الايرث. طيب بتحصل امتى؟ بيحصل at the middle of the lunar months او في منتصف الشهور القمريه، عشان الايرث تكون موجوده in the ايه؟ in the middle. بيبقى two lunar eclipses per year. الديوريشن بتاعتها بتبقى more than two hours. مش محتاجين precautions لما نيجي نعمل observation او لما نيجي نلاحظ اللونر اكليبس، لان هو مش already مش بيعمل harm للايز. هناك كانت السن هي اللي بتعمل harm للايز لانها بتعمل ايه؟ emit harmful radiations. تمام؟ طيب وقلنا اننا في تايبس لللونر اكليبس، توتال لونر اكليبس لو المون كله انتر ان ذا ايه ان ذا امبرا وبيكون لونه ريد، والبارتشل بيبقى بارت من المون في الامبرا والبارت الثاني في البين امبرا. خلاص فبيبقى فينت، سوري بيبقى بنسميه بارتشل لونر اكليبس. في النوع الثالث او لو كان الهول مون او المون كله دخل جوه السيمي شادد اريا واللي هي البين امبرا، ساعتها المون لايت هيبقى فينت، ما حصلوش اكليبسد بس في نفس الوقت ما بقاش طبيعي، بقى فينت، بقى باهت. ده اسمه ايه؟ اسمه لونر نون اكليبس. تمام؟ لانه دخل جوه السيمي شادد اريا. وقلنا ان ما فيش انيلر سولر اكليبس علشان الايرث هاز ا بيجر سايز ذان
the moon، فدايما عامله بلوك للسن ايه لايت. تعالوا بقى نشوف السيميلاريتيز اللي كانت ما بين السولر واللونر. اول حاجه احنا الاثنين قلنا ان هما astronomical phenomena right caused by blocking the sunlight. دايما كان حد حاجب او عامل بلوك للسن لايت عن الثاني، يا اما المون هو اللي عمل بلوك للسن لايت عن الارث، يا اما في حاله اللونر الارث هي اللي عملت بلوك للسن لايت عن مين؟ عن المون. فدي اول سيميلاريتيز، اول حاجه في السيميلاريتيز ما بين الارث ما بين اللو سولر واللونر، ان الاثنين كانوا استرونوميكال فينومينا بيحصلوا لان واحد عمل بلوكينج للسن لايت وكاستنج ايه the middle body shadow on the other celestial bodies، وعمل شادو على حاجه بالسن لايت وعمل شادو على الايه على الثاني، سواء كان الارث في الميدل فهي عملت بلوك للسن لايت ونزلت الشادو عملت كاستنج للشادو بتاعها على المون، او سواء كان في السولر خلاص في السولر المون هو اللي عمل بلوك للسن لايت عن بورتس او مناطق في الارث ونزل الشادو بتاعه. عايز اسالكم سؤال، لما بيحصل سولر او لونر هل حياتنا بتتوقف او بنتاثر يعني؟ لا انا مش ليه؟ هما الاثنين خلاص احنا يعني من ضمن الحاجات السيميلر ما بينهم ان هما الاثنين فينومينا ما بيتاثرش على حياتنا ف doesn't affect our life او مش ايه مش بتاثر على طبيعه اللايف. طيب تاني سيميلاريتي ان التايبس بتاعتهم هما الاثنين repeated in regular periods، خلاص التايبس او الانواع بتبقى بتتكرر in regular periods of time وممكن نتنبأ بيها. فاكرين لما جينا نتكلم عن السولار اكليبس قلت لكم ان احنا بنبقى عارفين الوقت بتاعه ليه؟ بنبقى قادرين نحدد وقته. ادهم ادهم بنعرف نعمل له بريدكشن او نتنبأ بيه لان خدنا ان الايرث ريفولف اراوند ذا سان والمون ريفولف اراوند ذا ايرث، فانا عارفه ان هما الاثنين بيعملوا ريفولفينج باستمرار او بيريوديكالي، فانا هقدر احدد امتى الوقت اللي هيكون فيه الثلاثه موجودين ان وان ستريت لاين والسان هتكون موجوده ان ذا ايه الايرث موجوده ان ذا ميدل او المون موجوده ان ذا ميدل. فالتايبس بتاعتهم كان بي بريدكتد او ممكن نتنبأ بيها او بنبقى عارفينها من قبلها. ثالث حاجه في السيميلاريتيز ان الشادو بتاع المون في السولار اكليبس او بتاع الايرث في اللودر اكليبس الاثنين بنقسمهم او كانوا متقسمين لامبرا وبين امبرا، فدي ثالث حاجه في السيميلاريتيز اللي ما بين السولر واللونر. طيب كده احنا خلصنا اللونر اكليبس. مين عايز يقول ايه على الابزرفنج ذا سبيس اوتسايد ذا ايرث؟ ازاي ممكن يعملوا ازاي بيقدروا يتنبؤوا بالحاجات اللي حوالين الايرث ويلاحظوها؟ اكيد في طبعا سبيشال ديفايسز او اجهزه معينه بيقدروا يستخدموها علشان يلاحظوا او يعملوا observing للسبيس. طيب فاستخدموا حاجة اسمها telescopes، خلاص سوري استخدموا حاجة اسمها telescopes زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، ادي ده تلسكوب. التلسكوب ده بيستخدموه بره او بيلف حوالين الارث on satellites، خلاص على الاقمار الصناعية and space stations بيبقى outside the earth's atmosphere. ليه؟ علشان بيقدر يعمل لنا magnified photos او بيورينا بيصور لنا يعني بصور كمان magnified او مكبره للcelestial bodies اللي موجوده في السبيس، خلاص يبقى بيعملوا زي observing للspace outside the earth by using telescopes، اجهزه اسمها ايه؟ telescopes. طيب عندي تايبس للتلسكوبز، في تلسكوب بنستخدم فيه لينس او عدسات، وفي تلسكوب تاني بستخدم فيه الميرورز اللي هو الهابل زي يعني الهابل تلسكوب، وده الهابل تلسكوب ده هو ده اللي عليكم بس تدرسوه، خلاص ده شكله شايفين شكله اهو شايفينه ده الهابل تلسكوب شايفينه. طيب هو اشهر تلسكوب او ذا موست famous telescopes that revolve around the earth، خلاص بيبقى عنده mirrors بتعمل collect لللايت او بتجمع اللايت واي electromagnetic waves،
خلاص بروفايد astronomers او بيزودهم بانقى صوره او the clearest photo of for the universe. يبقى هو من افضل واشهر التلسكوبز. اسمه ايه؟ اسمه هابل تلسكوب. بيستخدم لينس ولا ميرور؟ طبعا بيستخدم ايه؟ ميرور. الميرور بتاعته بتعمل كولكت لللايت وبتدينا clearest photo، بتدينا the clearest ايه؟ photo. تمام، ده الهوم ورك بتاعكم اللي هيتبعت على الجروب. طمنوني كده بقى على الهوم.